هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، انطلق شوط آخر في انطلاقات هذه الفترة المسائية. نهني هنا في الانطلاقة والتواصل لحظات التوقيت الزمني لتمويه 9:04 و3 من الثانية في شوطنا الماضي. الهجنة العاصفة تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المميز الذي حظيت به الهجنة العاصفة في هذا المساء. بينما الشوط الثاني أو المركز الثاني من خلال الانطلاقة حلت في هذا التحدي الوذنة لهجن الشحانية، حيث حصلت على المركز الثاني بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. تهانينا له على الفوز والانتصار. هنا لحظات الوصول الأخيرة ب9:05 و7 من الثانية، تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث كانت قمة لهجن الشحانية أيضا حاضرة بقمة القمم في هذا المساء بقيادة المضمر سالم بن فاران المري، وتوقيتها الزمني أمامكم على شاشة التلفزيون 9:08 و3 من الثانية، تهانينا والناموس. هكذا يا الحبل الكريم كانت نتيجة هذا الشوط الماضي بتوقيتها الزمني المميز وبصوت الزميل سالم بن سعيد بن حضير. متابع مع حضراتكم انطلاقة هذا الشوط السادس في مستوى انطلاقات هذا المساء المخصص من خلال الانطلاقة والتحدي لشوط القعدان في هذا المسار. نسير من البداية الشوط إلى مقدمة الشوط وإلى سلاب من يحتل المركز الأول ويفتح باب الناموس في الانطلاقة لمستوى هذا الشوط. بينما في تضمير الواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الثاني، المركز الثاني وصول من قبل عنيد لهجن الرئاسة يحتل المركز الثاني. عملية تضميره وتدريبه لدى عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. والمركز الثالث، المركز الثالث وصل النايف، النايف وصل لهجن العاصفة يحتل المركز الثالث. بينما في تضميره الواثق حمد بن راشد بن غدير يحتل المركز الثالث. والوصول من المركز الرابع، المركز الرابع تقدم فيه إرصاد لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي وسالم بن علي المسافري في عملية التضمير والتدريب يحتل المركز الرابع. بينما المركز الخامس في هذه اللحظة يصل مغطي لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية، من حقق في هذا الصباح نقطتين متتاليتين لهجن العاصفة في أو هجن الرئاسة هجن الشحانية في انطلاقات الصباح. مشاهدينا الكرام يشاركنا في هذه الانطلاقة المسائية. والمركز السادس ننتقل إلى شعار هجن الرئاسة، هجن الرئاسة تقدم مردف لهجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري المستحيل. بينما المركز السابع هناك هجن الرئاسة الأخرى أو في المركز السادس الآن ياتينا مشاهدين الأعزاء نشوان لهجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، من يحتل المركز السادس في هذه اللحظات. المركز الثامن، المركز الثامن وصل شداد لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري في عملية التضمير. المركز التاسع وصول أيضا من هجن الشحانية، ويأتينا من خلال هذه الانطلاق القحيدي وسالم بن فاران المري في متابعة التضمير. المركز العاشر وصل الآن أيها الحبل الكريم العديد، وتعود ملكية العديد لهجن الشحانية. بينما في التضمير والمتابعة سلطان بن محمد الوهيبي. هكذا يا الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء لانطلاقات هذا الشوط والنداء الأول في هذه اللحظة. نعود إلى حضراتكم ونعود بحضراتكم مع شاشة دبي ريسنج إلى المركز الأول، ولا يزال سلاب في مقدمة الشوط سالب الأمور تماما في هذه اللحظة، وهو يتقدم قدم المشاركين بخطى ثابتة نحو الناموس لهجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، من حصد ثلاثية متتالية في انطلاقات هذا المساء بعد ثلاثية في اللقاية، ثلاثية تترى في الإذاع في هذا المساء. بينما في التضمير ياتي الواثق، نشوف المركز الثاني، المركز الثاني وصول من خلال تواجد عنيد لهجن الرئاسة والمضمر ياتي عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي منطقة
منطلقا ومقدما لنا العنيد في هذه اللحظة. أما المركز الثالث الله يلي وصل النايف احتل المركز الثالث من هجن العاصفة يتقدم إلى ثالث المراكز والتضمير لدى الواثق حمد بن راشد بن غدير في أكثر من خيار للواثق في هذا الشوط وهذه الانطلاقة. المركز الرابع وصلنا الآن إلى المركز الرابع هنا ياتي مغطي للهجن الشحانية وياتي محمد بن خالد العطية في عملية التضمير والتدريب أكيد في تغطية يا عطية مع انطلاقة مغطي في هذا الشوط. المركز الخامس العديد لهجن الشحانية وسلطان بن محمد الوهيبي في التضمير بينما المركز السادس هناك هجن الرياسة تتقدم نحو المركز السادس بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري ليقدم لنا مردف من وصل وخذ المركز السادس. المركز السابع هجن الشحانية تتواجد كذلك في انطلاقة شداد لهجن الشحانية والمضمر ياتي سالم بن فاران المري. هكذا النتيجة هكذا مسار الشوط أحواله تتبدل وتتغير ولكن المركز الأول ما تغير لا يزال مسيطر من بداية الشوط. سلاب في المركز الأول هناك وللمركز الأول نهاب لا يزال سلاب هو المسيطر حتى هذه اللحظات بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير ولكن الملكية لهجن العاصفة التي تقدم دائما الجديد والجديد في عالم الساحة في عالم ساحة سباقات الهجن وفي تنافس كبير ومثمر دائما للانطلاقات. المركز الثاني ياتينا السلاب لهجن العاصفة والمركز الثالث او النايف يحتل المركز الثاني. المركز الثالث الله يا عنيد لا يزال معاند لهجن الرياسة في التضمير عيسى بن احمد بن مايد الخيالي حيث اختطاف رمزا في هذا المساء لهذا الشعار. المركز الرابع والخامس هجن الشحانية وكذلك المركز السادس وباختلاف المضمرين سالم بن فاران وكذلك الوهيبي وكذلك العطية ولكن نعود إلى البداية بعد أشواط الكوس والبندقية نسير إلى المركز الأول. الله يا سلاب بدأ يغير سلاب من هذا الباب من هذا الموقع الكيلو الأخير وأقل من كيلومتر مشاهدينا الأعزاء والعاصفة تقوم راس وتنتهي راس. ها هي انطلاقتي النايف انطلق النايف بعدما كان سلاب في المركز الأول. النايف الآن يستعيد النشاط بقوة ويستلم زمام الأمور ويستلم شارة الناموس من سلاب ليحتل المركز الأول ويقدم الأسباب إنها تكتيكات وتخطيط العاصفة وهجنها. انطلق إلى المركز الأول حاملا النقطة الخامسة في ناموس المساء في تحدي المساء في كثرة النجاح وتقديم الانتصارات أينما حلوا أينما رحلوا يأتي الناموس وبقوة الدافع الكبير الذي يحمل مالك هذا الشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ويصل النايف إلى المركز الأول. تهانينا على هذا الفوز والانتصار في ناموس المساء تحية جماهيره وعشاق هذا الشعار بالمنصة الرئيسية. المركز الثاني العديد لهجن الشحانية المركز الثالث ياتينا لقحيدي لهجن الشحانية المركز الرابع شداد لهجن الشحانية خامسا تقدم السلاب لهجن العاصفة. مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقة هكذا كانت النتيجة هكذا كان المسار والتحدي لمجريات هذا الشوط. الكل حضر الكل نافس مشاهدينا الكرام ومن عنده الجديد قدمه في هذا المساء في ثوب جديد في ميدان المرموم. المركز الأول لحظات الوصول 9:13 أربعة أجزاء من الثانية كان التوقيت الزمن الذي قدم النايف ليهدي العاصفة الفوز والانتصار الخامس في هذا المساء. تهانينا والناموس. أما المركز الثاني ننتقل كذلك إلى العديد لهجن الشحانية ب9:15 وثلاثة أجزاء. وثلاثة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس كذلك للمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. أما المركز الثالث كان القحيدي لهجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران المري خطف المركز الثالث في انطلاقة هذه اللحظة المسائية حيث كان المسار والتحدي في تقديم الأفضل. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الأعزاء متابعينا
الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وسلام. نتواصل في هذا الانطلاق الجميل والرائع في هذه الأمسية الذهبية التي من خلالها أيضا شاهدنا أشواط الرموز وشاهدنا انطلاقات الذهب من خلال الشوط المفتوح الذي ذهب مع عوايد لهجن العاصفة بقيادة أيضا واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير الاكتبي، بينما شوط الإبكار المحليات الذي ذهب أيضا مع زوبعة لهجن العاصفة العملاقة وبقيادة واثق المضمرين، بينما شوط الجعدان المفتوح الذي ذهب مع الصيرمي أيضا من هجن العاصفة العملاقة وشوط